134 juzuk yang kelima muka surat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Ulang kami dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حسبك. Soalan yang kedua, Suratul Anfal, ayat 50, juzuk yang ke-10, muka surat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Sambung kami teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب آل فرعون ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حسبك. Soalan yang ketiga, Surah Al-Hijj ayat 4 juzuk yang ke-14 muka surat 262. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون سambung kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين فيأتيهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حسبك. Soalan yang keempat, Surah An-Naml ayat 86 juzuk yang ke-20 muka surat 384. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سambung kemudian teruskan. Mohon ulang soalan. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته